هنتكلم دلوقتي على سرعة نقل البيانات في شبكات من نوع 802.11n. طبعا الـ ND هي الجيل الأحدث من الواي فاي، كان في أجيال قديمة اللي هي البي والجي زي ما حضراتكم شفتم. هو بيقول لي إن 802.11n ديت هي عبارة عن وايرلس تكنولوجي بتستخدم الميمو بدلا من السيسو. كلمة ميمو يعني اختصار مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت، أصل كل من الترانسميتر والريسيفر بيبقى عندهم أكتر من أنتنة، أكتر من هوائي لإرسال واستقبال البيانات، فده بيزود السرعة الخاصة بالأجهزة ديت. في حالة الـ 802.11b والجي كنا بنستخدم السيسو اللي هو سنجل انبوت سنجل اوتبوت، فبيكون في هنا أنتنة واحدة عند الترانسميتر وأنتنة واحدة عند الريسيفر. هو بيقول لي إن الـ additional transmitter and receiver أنتنة دي، وجود الهوائيات المتعددة عند كل من الترانسميتر والريسيفر بتزود الداتا ريت اللي موجود عندي باستخدام تكنولوجي بيسموها سبيشال مالتيبلكسنج، هنتكلم عليها بعد كده. ده غير انها بتديني حاجه اسمها فريم اجريجيشن. اجريجيشن يعني تجميع، فكرتها ان انا ببعت اكتر من فريم مع بعض وبعدين انتظر اكنولج واحده منهم. طبعا بنستخدم الفريم اجريجيشن عشان نقلل الزمن ما بين الارسال وبعض. الـ IEEE 802.11n البيت ريت بتاعها بيتراوح من 288 ميجا بت بير سكند في حالة 2.4 جيجا هرتز زي ما حضراتكم شايفين، أو بيكون 600 ميجا بت بير سكند في حالة 5 جيجا هرتز. ده يعادل 5 أو 4 أضعاف اللي هي 802.11g. طيب في أكتيفيتي كده بيقول لي لو إحنا given that إن الـ available bandwidth اللي موجود عندي محدود، ازاي الـ IEEE 802.11n دي حققت البيت ريت بتاعها العالي جدا مقارنه بالجين؟ فهو بيقول لي انه اول حاجه ان انا ببعت اكتر من اشاره في نفس الوقت وبنفس التردد، يبقى اول حاجه transmitting multiple data stream at the same time using the single channel، يبقى انا ببعت اكتر من اشاره في نفس الوقت وباستخدام نفس التردد على نفس الشانل. هنعرفها ازاي؟ كمان ان احنا بنزود الافشنسي او كفاءه استخدام الباندويث اللي موجود عندي. النقطة الثالثة إن إحنا بنقلل المانجمنت أوفر هيد. زي ما قلت لحضراتكم موضوع المانجمنت أوفر هيد، أوفر هيد يعني حاجة أنا غصب عني ببعتها مع البيانات، اللي هي عنوان السورس، عنوان الديستنيشن، البيانات اللي أنا بستخدمها عشان أشيك على البيانات الفعلية وهكذا. هو سؤال هنا بيقول لي What has enabled، هو إيه هو الحاجات اللي ساعدت الـ IEEE 802.11n ديت عشان تحسن البيت ريت الخاص بالجين وتتنقل للمستوى الاعلى بتاعها، بالرغم من ان ال 802.11n بتشتغل في نفس الرينج الخاص بالجين. يعني كل من ال N والجي تكنولوجيز بيستخدموا 2.4 جيجا هرتز، لكن البيت ريت الخاص بال N كان 288 ميجا بير سكند والجي كان 54 ميجا بير سكند. طب ليه الاسباب ديت او ليه حصل كده؟ هو بيقول لي لان ال 802.11n بتستخدم كل التكنيك اللي احنا قلنا عليها هم الثلاث خطوات دول عشان تديني بيت ريت عالي. هناخد كل واحد منهم بصفه منفرده كده ونحاول نشرحه. هو بيقول لي انه transmission of multiple data stream using a single channel، معناها ايه؟ ان انا هبعت اكتر من داتا ستريم على نفس الشانل باستخدام الميمو. يبقى اول اسلوب ان 802.11a و b و g كانوا بيستخدموا السيسو اللي هي single transmitter and single receiver اللي هو single input single output، لكن 802.11n بتزود البيت ريت اللي موجودة عندي بانها تستخدم multiple input multiple output او multiple transmitters و multiple receiving antenna. في تعريف كده بيسموه spatial diversity، spatial يعني مكاني، diversity يعني تنوع. فكرته انه مجموعه من الاوبجكت اللي موجوده عندي، طبعا لما اجي ابعت اشاره سلكي اشاره وايرلس المفروض ان الاشاره ما تطلعش من السورس للديستنيشن كده دايركتلي، لا هي بتقعد تضرب في الاماكن المحاطه بيها، ممكن يكون في اماكن معدنيه، ممكن يكون في شجر، ممكن يحصل حاجه اسمها امتصاص للاشاره ابسوربشن، ممكن يحصل لها ريفليكشن انعكاس، ريفراكشن يعني انكسار، يعني بيحصل اشكال مختلفه للاشاره. فهو بيقول لي انه بعض العناصر الاوبجكت ممكن تعمل ريفلكت تعكس الراديو ويف، وبالتالي بتسبب انها بتنبعث في مسارات مختلفه لغايه ما توصل للديستنيشن. ده اللي كانوا بيسموه المالتي باث فيدنج. يبقى اللي احنا عايزين ناكد عليه انه في الفقره دي انه في حاله ال 802.11 A و B و G كنا بنستخدم السيسو اللي هي سنجل انبوت سنجل اوتبوت، اما في حاله 802.11 N
وهي الأعلى سرعة اللي هي 288 ميجا بتر سكند أو 600 ميجا بتر سكند على حسب الفريكوانسي اللي أنا بستخدمه. فإحنا بنستخدم الميمو، يعني بيكون في مالتيبل أنتنة عند كل من الترانسميتر والريسيفر. طب يا ترى هي الميمو دي بتشتغل إزاي؟ إزاي الميمو بتحقق البتريت العالي دوت؟ يبقى ده سؤال، how الميمو achieves بتحقق الـ high rate than CISO. الفكرة كلها إن إحنا بنستخدم مجموعة من الأنتنة عند كل من الترانسميتر والريسيفر لإرسال بيانات مختلفة من كل هواري. يعني أنا عندي ثلاثة أنتنة، هبعت على الأنتنة الأولانية محمد، الثانية أحمد، الثالثة سيد. يبقى ثلاثة أنتنة هيبعتوا بيانات مختلفة، البيانات المختلفة دي هتمشي في الميديا اللي موجود عندي أو اللي هو الوسط اللي أنا بستخدمه لإرسال الإشارة اللي هو الوايرلس، توصل عند الريسيفر. الريسيفر برضو عنده ثلاثة أنتنة، بس البيانات اللي بتوصل لأنها بتنبعت في حاجة اسمها مالتي باث فيدنج، فالمفروض إنها بتوصل متلخبطة، يعني محمد وأحمد والسيد بيدخلوا مع بعض، فلازم يكون عند الأخ الريسيفر ده طريقة لاستخلاص البيانات وإعادتها لأصلها، وبالتالي بيحتاج لحاجة اسمها ديجيتال سيجنال بروسيسنج عشان يعمل اكستراكتنج للداتا. دي الفكرة العامة. يبقى هنا بيقول لي إن الميمو بتستخدم السبيشال دايفرستي إزاي؟ by using multiple antenna to transmit different data from each transmitting antenna. خلي بالكم من أنا ببعت بيانات مختلفة من كل أنتنة مش بنفس البيانات. يبقى إذا في حالة الميمو أنا ببعت بستخدم multiple antenna عشان أعمل transmitting different data from each transmitting antenna. الترانسميتر اللي موجود عندي المفروض إنه بيقطع البيانات اللي أنا عايز أبعتها دي لستريمز وبعدين يبعتها. يبقى إذا الترانسميتر بيقسم الداتا اللي موجود عندي ما بين الأنتنة، كل ستريم بياخد بيانات منفصلة وبينبعت في نفس الوقت وفي نفس التردد. طبعا كل ستريم كمان هياخد different path أو مسار مختلف لغاية ما يوصل للريسيفر. ليه؟ لأن أنا عندي حاجة اسمها multi path feeding أو اللي هو spatial diversity، لأن البيانات ما بتطلعش من السورس للديستنيشن وبتمشي بطريق مباشر، لكن الإشارات بتخبط في مباني وأشكال مختلفة أو موانع مختلفة لغاية ما توصل للريسيفر، وبالتالي كل ستريم will be different from the other. طيب اليونيكنس أو التفرد بتاعه دوت بيسمح لي إن كل ستريم بيتم تعريفه بصفة منفردة، ده بيسموه special multiplexing. هنا الميمو بتستخدم حاجة اسمها digital signal processing عند الريسيفر عشان أعمل extracting للإشارة الأصلية، لأن أنا بيوصلني البيانات كلها متلخبطة مع بعضها اللي هي A وال B وال C مثلا متلخبطين مع بعض، فأنا عشان أعمل extracting لكل بيانات لوحدها بنستخدم digital signal processing. بس المشكلة بتاعت digital signal processing إنها بتزود الكومبلكستي أو بتزود تعقيد الدوائر الإلكترونية الخاصة بالريسيفر. طب يا ترى لو أنا عندي ميمو سيستم والميمو سيستم ده فيه اتنين أنتنة، المفروض إنه لو هما اتنين أنتنة معنى كده إن أنا بعمل توبلينج للبتري. فهو بيقول لي إن النت إفكت المحصلة لو أنا بستخدم 2 باي 2 اتنين عند الترانسميتر واتنين عند الريسيفر ميمو سيستم، معنى كده إنه هيديني توايس، يبقى ضعف البتريت اللي أنا بحققه لو أنا عندي أنتنة واحدة. الرسمة دي لو حضراتكم فهمتوها هتلاقوا كل حاجة أنا بقولتها فوق سهلة جدا. المفروض إن ده الوضع العادي دوت اللي هو أنتنة واحدة عند كل من الترانسميتر وأنتنة واحدة عند كل من الريسيفر. فهنا الداتا A هتنبعت من الترانسميتر دوت تمشي في مالتي باس انفايرمنت توصل عند الريسيفر يعمل لها ريكفرنج للداتا A. إنما النوع التاني اللي هو الميمو، إيه اللي بيحصل؟ أنا بيكون عندي هنا داتا A وداتا B. المفروض إنه داتا A ديت وB هينبعتوا في المالتي باس انفايرمنت، فهيوصل عند الريسيفر 1 A وB مع بعض، وعند الريسيفر 2 برضو A وB مع بعض. طيب احنا ندخلهم على حاجه اسمها الديجيتال سيجنال بروسيسنج عشان نعمل اكستراكتنج للداتا ايه لوحدها والداتا بي لوحدها. سؤال، اشرح لي هو ايه هو المقصود بمصطلح ترانسميت بي فورمينج، وازاي احنا بنستخدمه عشان نزود البيت ريت في حاله 802.11n. لو كان عدد الانتنة اللي موجود عندي اقل من 4، هو بيقول لي بخلاف الميمو فبيتم إرسال نفس البيانات. أنا كنت بقول لحضراتكم إنه في حالة الميمو اللي هو multiple input multiple output إحنا كنا بنقول إن إحنا بنعمل transmitting لdifferent data from each transmitting antenna. إنما هنا لا،
أنا عندي صحيح أكتر من أنتنة، بس كل الأنتنة دي هتبعت نفس الكلام، يعني أنا هيبقى أكتر من أنتنة بيبعتوا نفس البيانات مع بعض في نفس اللحظة، فهيقووا بعض، وبالتالي الإشارة اللي هتوصل للريسيفر هتكون إشارة قوية. ده بيسموه constructive interference. إحنا عندنا interference يعني تداخل ما بين الإشارات. التداخل ده ممكن يكون تداخل مقوي أو تداخل مضعف الإشارة. أنا هدفي هنا إن أنا أخلي الانترفيرنس أو التداخل ما بين الإشارات وبعضها تداخل مقوي، عشان الإشارة اللي توصل عند الريسيفر تبقى إشارة قوية، وبالتالي هيزود البيت ريت بتاعي. يبقى إذا هنا بيقول لي إن 802.11n هو بيقول لي إنها مخصصة عشان تشتغل مع 4 ترانسميتنج أنتنة و4 ريسيفنج أنتنة. هي ممكن تشتغل مع عدد أقل، مفيش مشكلة، أو عدد أكبر، لكن الأفضل هو 4. يبقى إذا بتعمل الميمو مع عدد من الأنتنة ممكن يوصل لـ4، سواء عند الترانسميتر أو عند الريسيفر. من الأفضل إن عددها عند الريسيفر يكون أكتر عشان يساعدني في عملية الداتا ايدنتيفيكيشن. إيه هو بقى موضوع البيم فورمينج دوت؟ إن أنا بزود البتريت اللي موجود عندي عن طريق زيادة حاجة اسمها SNR. SNR اختصار كلمة Signal to Noise Ratio. يبقى اللي أنا عايز أعمله إن أنا عايز أزود قوة البتريت اللي موجود عندي الـ Signal to Noise Ratio. نزود الـ Signal to Noise Ratio إزاي؟ إن أنا هستخدم 2 Transmitting Antenna هيبعتوا الـ Single Data نفس البيانات، وهنظبط الـ Amplitude والفيز الخاص بيهم عشان يحصل حاجة اسمها Constructive Interference، وبالتالي ده بيزود البتريت عندي. يبقى لو انا بطلب من حضرتك ان انت تعرف لي البيم فورمينج، هتيجي تقول لي ان انا هستخدم 2 ترانسميتنج انتنه عشان يبعتوا نفس البيانات، وهنحاول نخلي او نعمل ادجاستنج للامبليتيود والفيز الخاص بيهم بحيث انه يحصل كونستراكتيف انترفيرنس عند الريسيفر، وده بيزود اللي هو السيجنال تو نويز ريشيو اللي هي قوه الاشاره اللي موجوده عندي، وبالتالي هيزود البيت ريت. نيجي للنقطه الثانيه اللي هي بتقولني ان انا هزود الافشنسي او فعاليه او كفاءه استخدام الباندويتس اللي موجود عندي. احنا بنستخدم هنا مصطلح بيسموه تشانل بوندنج. فكره التشانل بوندنج ان انا ازود الباندويتس اللي موجود عندي بان انا ادمج كل 2 تشانل مع بعضهم. احنا عارفين ان احنا في حاله 802.11b كان الباندويتس الخاصه بالشانل كان 20 ميجا هرتز، في حاله الجين كان 22 ميجا هرتز، وإن إحنا كنا بنسيب ما بين كل شانل والتانية أو ما بين السنتر فريكونسي والسنتر فريكونسي 5 ميجا هرتز. هنا لأ، هو بيعمل إيه؟ هو بيدمج كل اتنين مع بعض عشان يديني باندويث 40 ميجا هرتز، وبالتالي هيزود البتريت بالأسلوب ده. يبقى إذا الشانل بوندينج إنكريز بيزود الباندويث اللي موجود عندي، لأنه بيعمل كومباينينج، يدمج اتنين أدجيسنت، أدجيسنت يعني قريبين من بعضهم. يدمج قناتين كل واحدة منهم 20 عشان يديني 40 ميجا هرتز تشانل. ده كمان بيلغي لي الحاجة لل 5 ميجا هرتز اللي أنا كنت بستخدمها كسيفتي ما بين كل تشانل وبعضها. يبقى إذا it also eliminates بيلغي الحاجة للجارد باند between the bonded channel. الأسلوب الثالث اللي إحنا هنستخدمه اللي هو reduction، إن أنا أقلل management overhead، وده بيتم عن طريق مصطلحين اتنين، حاجة اسمها frame aggregation وبلوك اكنولجمنت. في حالة الفريم اجريجيشن ان انا بجمع مجموعة من الفريم مع بعضها وببعتها كلها مرة واحدة باستخدام مانجمنت او مانجمنت داتا منفصلة او مع واحدة. يبقى هنا بيقول لي ان الكنترول والمانجمنت داتا اللي هي موجودة في 802.11 المفروض ان هي عبارة عن اوفر هيد. الاوفر هيد ده بيستهلك الباندويتس اللي موجود عندي او البيت ريت. طب 802.11 بتعالج الموضوع ده ازاي؟ باستخدام اسلوب اسمه فريم اجريجيشن. الفريم اجريجيشن ان انا اجمع مجموعه من الفريم مع بعضها وابعتها باستخدام سنجل كنترول اند مانجمنت داتا. يبقى اذا بوتينج مالتيبل فريم توجذر از ا سنجل ترانسميشن وذ ا سنجل اوفر هيد، يعني كاني مثلا ببعت مجموعه من الرسائل بس بستخدم عنوان واحد بس. الفريم اجريجيشن بيديني ديلي. ليه بيديني ديلي؟ لان انا بضطر ان انا استنى عشان اجمع مجموعه من الفريمات مع بعضها، انما كان في الاصل ان انا ببعت كل فريم لوحده، انما في حاله الفريم اجريجيشن انا بنتظر عشان اجمع مجموعه من الفريم وابعتها كلها مره واحده. الاسلوب الثاني اللي هو البلوك اكنولجمنت. بلوك اكنولجمنت فكرته ايه؟ احنا عارفين انه النويز اللي موجوده في الواي فاي كبيره جدا مقارنه بالشبكات السلكيه اللي هي العاديه.
فاللي بيحصل ان انا كل فريم ببعته بنتظر وصول اكنولجمنت، وصلني اكنولجمنت ابعت الفريم اللي بعده، ما وصلنيش اكنولجمنت بعيد ارسال الفريم نفسه. طيب ما هي دي مشكله، لانه هيستهلك الباندويت بتاعي، هيستهلك البيت ريت بتاعي. طب احنا نعمل ايه؟ لا، احنا نبعت مجموعه من الفريم وننتظر وصول اكنولج واحده بس. يبقى اذا وين يوزنج، لو كنا بنستخدم السيم سي اي اللي هو كارير سنس مالتيبل اكسس ويز كوليجن افويدنس، كل فريم بيحصل له اكنولجد بيوصلني تقرير عن وصوله او عدم وصوله من الريسيفر. لكن في حاله ال 800 طبعا ده بيزود النتورك ترافيك وبيقلل البيت ريت اللي موجود عندي، لكن في حاله ال 802.11n بنحل المشكله دي من ان احنا بنستخدم البلوك اكنولجمنت. فكرتها ايه؟ ان انا ببعت مجموعه من الفريم وبنتظر وصول اكنولجمنت واحده بس، a single acknowledgement frame.